نص ساعة، هذا هو الوقت اللي باش نعديوه اليوم في السيرفر بكونت جديد وباش نحاول ندبر فلوس عند البلاير. السلام ومرحبا بكم الناس كل، انا ياسين اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اول حاجة حبيت نقول لكم هذوما احسن كومنتات جاونا في الفيديو اللي فات، ميرسي الناس كل على السيبورت نتاعكم على الكومنتات نتاعكم. ما تنساوش تحطوا لنا لايك على الفيديو هذايا وتمشيو تعملوا لنا فولو على انستغرام، قدرة ربي باش يكون فما لايفات وباش يكون فيهم برشا جيف ويز. اذا تحبوا ديما نعملوا تحديات كيما هكا وكل، ما تنساوش تكتبوا لنا في الكومنتات. ما نطولش عليكم اكثر، ويلا خلينا نبداو في الفيديو نتاعنا. كيما تشوفوا حلينا الكونت نتاعنا باش نحطوا اي موت باس يجي على بالنا جوست باش ندخلوا به. كيما تشوفوا اسمي حطيت اسم صاحبي، ما حطيتش اسمي انا. عمر 18، ميل جندر حطيت معناها الفلوس عندي 50000. باش نحاولوا ان نوصلوا الجندر اللي حطيته انا، معناها مش حط ميل اكيد. باش نحاولوا نوصلوا ال 50000 ال 500 كا فلوس بشويه هيلبرز بشويه تعاوننا العباد باش نحاولوا ان نوصلوا للمبلغ هذا. قلت يمكن المبلغ هذا بعديك نمشي نعطيه لاي عبد يعرفني، مثلا اذا عرفني عبد جديد ولا موضوع معطي هولو، ومن بعديك نخرج من السيرفر به. تويكا كيما تشوفوا مازلنا تو دوب ما دخلنا دونك تويكا نورمالمون باش نبداو التحدي تاعنا. اما لازمنا اول حاجه نتحركوا عليها باش نبداو نحطوا التايمر، يعني اول ما نلقاو موتور والا كرهبه باش نحطوا التايمر نتاعنا ونبداو نمشي قينا قينا به. ثم موتورات نتاع سكون به، نركبوا في الموتور عندنا هونيا التايمر نتاعنا باش نقعدوا نص ساعة بالضبط في السيرفر باش نراو روحنا. كما تشوف هنيا نص ساعة، معلش كان تراو فيها باش نبداو النص ساعة نتاعنا هذي باش نراو في نص ساعة شنو نجمو نعملو في نيو لايف رول بلاي. كيما قاعدين تراو تويكا الموتور تخدم جوابي دونك باش نبداو الوقت نتاعنا والنص ساعة تويكا باش تبدا تتعدى باش نبداو. عندنا تو 29 دقيقة و50 ثانية باش نبداو ندورو في السيرفر نراو شنو نجمو نعملو شنو ما نجموش نعملو. اسكو الهيلبرز الادمينات يخدمو على روحهم ولا ماهمش يخدمو على روحهم؟ الرأي الصريح نتاعي باش تلقاوه في الفيديو هذا. تويكا وصلنا قدام المركز، يعني من أكثر بلايص اللي تجمعوا فيهم المركز هما الكيف النادي نتاعنا. باش نحاول نبدل صوتي خاطر الفويس تشانجر عندي فيه بروبليم صغير. ميلاد من تويكا يفكا به، مازالوا عندنا 28 دقيقة و20 ثانية حد الآن، مازالوا عندنا 28 دقيقة و20 ثانية تقريبا دونك مازلنا نجم نكملوا. ولد مين رجع؟ ولد مين رجع؟ يا ناروتو بربي شوية فلوس نور اظهر نرجسيه. باه ميسالش مازالت عندنا 28 دقيقه باش قلنا نجمو نلقاو ادمين اخر ولا اصلا نحنا باش ريبورتيو باز باش نراو جانكس. بون جانكس صعيب يدخلونا خاطر كيما تشوفوا تويكا ليفل ان، يعني كون تو كي حبيته دونك صعيب يدخلونا شويه جانكس. مي نجربو عندنا نص ساعه معنا نعمل فيها بطبيعتنا دونك انا ريكشن. باه خويا اوكي انت حبيت باه اوه سليم خويا هذي اللي مسكين ادمين مسكين بربي فلوس بالله محليت صاحبي كان نهبط عليك تكون تيتا حتى تبدا تشعل فيا على الفلوس. مريقل مريقل الوليدان شفتوا فيش تعملوا مع العباد انتوما ليك رسم ميمتكم ترفي فلوس يا الوليد. يا بابا دحفولي موتوري يا ربي عفولي 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 26 دقيقة مازالوا به كلها فلوس يا الوليد. شفت محقرة الوليد هو صحيح عندي ثقة في صاحبي فلوس يا الوليد بالله تلف فلوس مازال كي جيت يا خويا يا خويا ايش بيهم حقروني. اسمعني اخر حل اني نلتجئ للهيلبس جيت هيل انا جديد شنقول لهم انا جديد واحد يجيني باه هكي يهزي في الف بركه باه الولي اللي يترف فلوس عندي الا 45 الف فلوس ابا 45 الف باه يا صاحبي برسمك فلوس الحمد لله يا ربي ثم شكون حمارينا ب 3000 باه 3000 فلوس بوشيبه صاحبي بوشيبه اي بليف ان يو بوشيبه يا صاحبي برسمك فلوس بالله مازلت جديد عندي كام 5000 فرنك صاحبي بوشيبا اي بليف ان يو ليش عطاني 300 الاخر؟ او عندي 50000 ايوا في لوف الوليد ماتش لوف والله والله ماتش لوف خويا بالله فلوس تاني مازال 24 دقيقة يا الوليد 4000 باه 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 ميرسي ميرسي باهي تويكا اوه ارثر صاحبي ارثر اي بليف ان يو اي بليف ان يو اي بليف ان يو اسمي في بينك بول اوه اسمي دخل بينك بول باهي خلنا ناخذ ثواني بريك ديث ماتش اريا ترى بيتوست رطف لطف لطف باهي وينو؟ اه ظني ما دخلش هنا
يا خويا ربي فلوس زيجه فلوس زيجه ثاني ما يحرق شو يجري يح والله ماني كلمه يا ارتور برسمك فلوس يا صاحبي بنت يح شو يحقرني يح 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 يا ماسي والله ما انت يحنا قدرك جيلبرز مجنونية شو اللي حصل على الحكاية ذي مريق شد عندك اللوكي يبي يخرب وقتي شباب بي جيبي والله بيمنع شو بيمنعك زوج انزل شو بيمنعك فلوس انا جاك لعنين شو بيمنعك فلوس كيف؟ اطلع في الفرن بعدين شو مرمي بديك 10 مليون من البنك ديم ليت انا ديم ليت اللي يحسب لي جديد بالرسم اللي حاب يطلع رد بالكم لا تجيكم تاكسي يقول لكم اكيد يضريكم وتطلعوا مع في الفرن راهم كان زين راهم باش يربطوكم باش قاعد يدوروا بيكم يقحطوا لكم فلوس ردوا بالكم باهي مازالوا عندنا تويكا 20 21 دقيقة باش باهي يا خوي يا خوي بس ميمتكم ضرب فلوس ليش بيك؟ بس ميمتكم ضرب فلوس يقول لك ما عنديش قبيلي شي جمع شي ها شي ارحم والدي هو عطاك صاحبي ارحم والدي هاي فينا مين؟ باه فينا مين؟ عطاني 3000 باه باه فينا 3000 خلاص وصلنا 60000 يعني احنا البيت بتاعنا نوصل 500 وصلنا ل 60 نايس نايس ان شاء الله حتعدنا ونسكرها سكرة يلبى 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 برسمك برسمك سمحني سمحني لبس يلبى سيب يا صاحبي سيب يا صاحبي اللي اكتشفته حد الان او بالرسم اللي اكتشفته انه الادمينات والهيلبرز برجرية زبالة شد عندك زيزو شد عندك لوكي قولوا لي ادمينات اللي فينو يا سيدي هاو فيني ريبورت هذا احسن ما نزلوا 20 دقيقة بالضبط يلوكا يلوكا يغوي ربي فلوس بالله يا صاحبي بالله يا صاحبي رسمك فلوس ما زلت مليون ايش هاك هيك رسمك يا صاحبي لوكا يو كان دو ات لوكا اي بليف ان يو 50 كابي ليه بيقول ايه وي وي شغوي ربي فضلك ربي يحميك سيبي سيبي لي لي انا برو ايه مش مشكلة بس ازادي طلع يا دي طلع يا دي يا انت فكرنا نكسر لك التاكسي به فاكش الموت شدوا عندكم هذوما الاس بي دي يعني هذوما الاس بي دي مش نفس مش نفس يا خبرو خلينا نكمل لحظة على السابي كنت في لحظة مهمة اوه عصاب نمبر جينكستر اسمع كله يخوي يهديك يخوي سلام عليكم يا صاحبي لا يقرمت حاجة يا صاحبي جمرة بلي فما بلاصة معاكم يا صاحبي لازم ليفل 10 ويغبي 10 بيه مش مشكل يا صاحبي برسمينتك فما شي طرف فلوس خوك مازلت نيو نيو مش واحد تروج بيدز معايا فاست وبنية كاع على الأقل صح كين يعرض ميكزيس كين يعرض ميكلو سترايك هكا سوري قلت لك فلوس يا صاحبي شبيه يا باهي شباب بلي فما شي طرف فلوس طرف فلوس ارحم والديكم والله يا زوير لك تشوف فينا شوف اللي قدامي الموتور اللي عامل الله يا بخي نيو نيو يا صاحبي اللي قدامي اسكت اسكت والله يا زوير نوكل فيه والله يبغي يعني دم نشري كرمه ونحب الرقة الجوي ايه 10 كار او اتاك 50 كار يا زابي 50 كار استعمل عليك يا لوكا نخلي انفا انفا من ايه جلاته يا زيل هيلبر انفا جيني هيلبر زيل هيلبر السلام عليكم خويا انا جديد بلي فهم شي طرف فلوس يرحم والدي نشري كليبه ونكل يرحم والدي اسمعني اول حاجه احكي احكي عادي رجل صدق عادي وممنوع علي نفس سترايك نعطيه هيل
نات فوز تهير بفلوس ما عنديش الحق. آه عيدي فهمتني. آه فهمتك. صح مش تجفر. لا لا يراح ويزيك يا خويا براح انت مين بتك شوية فلوس مازلت نيو نيو بالله مازلت نيو نيو بالله. لا ما عندي يا خويا خي كرفك انا حتى 20 كات لزين راه مولي هيا بيه دزو فازل مولي بر اخدم على روحك يا مولي. اي والله هني مش نخدم جيست هاشتي بكربة نشريها باش نجي نخدم بها يا مولي. بيش بيهم كحاصر يوم لما صمر فيهم عنده 100 و200 مليار قديش تحب الكربة قديش. اي والله ما نعرف يعني لما قربة ذا لب 100 ولا 150 كاف سنتني قاعد نلبط. والله وانت قديش تحب انا نهب اي حاجه اللي عندك اللي يكتب من ربي يا ويلي. والله يبو برجل انا خايف لأي رضي يقتل عنده انت سنك ارسل والله يا ارسل يكن مهينة كيكة مهي مش خايبين يا ويلي. ما زالوا عدا 8 دقائق وتقريبا 20 ثانية لازم نكملوا في وسط السيرفر وما زلنا ما دبرناش في الرانيا. يا خوي سامحني الله يبارك لي بني وارضك جي فماشي فلوس فماشي فلوس يا رحم ولدي فلوس ملي جديد انتي في المدينة ياكي نيو قداش حبلت قداش حبلت بطاهينا عندي كارب في مخي نحن مشريع. لا فريز امان كحف كحف لك عندي عندي كارب نحن مشريع مش يسمع الكارب. اسمعني اسمعني ليش بدخل معاكم؟ وين تدخل؟ عم نلبس كيفك بس هذي حب تدلج الحرمة؟ اي زمي يا رجل جديد لازم تتعلم لازم يكون عندك اكسبيريونس باش تجي مش ديرك. فهمتك فهمتك بيعطيني فلوس بس حب تفضل اللي كتب بالربي ويرها ويلدي مش بشي 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 اجي الذهاب عندهم علي سمع الكربة يا حبالي ماذا؟ فاني مش يتوى فاني مش يتوى ايه جماعة ارسر بالله لا تخطص ارسر بالله لا تخطصني بليز متى يتحدث الكربة ماذا؟ ايه خاصة بيش يخطفني الكلب ايه النوع بتاع الكربة يتحدث ماذا ما نعرف المهم قريبة نمشي عليها للخدمة انا مازلت ما نخدمش انا على قريب مش هوني نخدم حابة نبالك خطمة ايه ايه مثلا حاول نبدل شوية المونجاز بتاعي باش ما يعرفونيش خبر دي ما ركش مع الوليد ما بس يعرفون شوف الكرهب اوكي تو شوفات باي ارثر بوز بس احكي قلتلكم باهي نختاروا له زعما كرهبة رخيصة ولا غالية باش نعرف نعمل هو كورزر او ارثر. اه هذي المود متاعها يظل مزيان حتى هذي المود متاعها يظل مزيان you don't have enough money والله يخلي ما عندكش فلوس ما نعرفش قدر تعمل يعني اما واحدة تبي اسمها ولا اه تبقى كي في الصفحة الثانية السطر الثالث على بركة السطر الثالث افقيا الكربة الثالثة عمودية وهي رجلة حققنا الحلم حققنا الحلم هذه هي يا ماما هذه هي هذه هي هذه هي صاحبي أرثر شكرا المخ صحة على الورقة صحة على الورقة صح كسر فيهكم وي وين مش عارف يا رهب ولدي كسباني سباني قد ايه الكربة هذي تعمل؟ تعمل لما نمو 750 مليون ها؟ أه؟ صاحبي أرثر I believe in you I believe in you I believe in you شوف الوليد لو تلقاو people like أرثر أكدلكم تلقاو اسمعني عندكم أنا أعطيكم أسامي تجم تعاونكم بالرسمة هذي بالرسمة عندك أرثر عندك جزاز عندك العباد اللي تجم تلقاهم في الجيم نجم نعاونك عندك أنا معناه اما حاولوا انكم تمشيوا ار بي كما عملت انا تو يعني ما طلبش منه اور ال بي حاولوا انكم تمشيوا ار بي يمكن يعطيك شيء عملت فيها جو الكرهبة عندك ماجور يمكن عندك الكازيت بون تو المده هذه ماهوش موجود حسيت العباد هذوما نجموا عملوا في المخ مخ ما نظنش مخ قحار شوف الكرهبة هذه
شو يحب يبيعها؟ قدي سومك مخ دهار سفيرسي خاطر بلايت حطينا سفيرسي يعني ما قادرت انا مر نتكا تعمل يكذب عليك والله يكبره اعطاك حاجة خيسة نزيلس الفيدة فنية بين نورمال مو نحن حققنا التحدي حتى لو كان نتكا برا زمك المخ بيه حسيلو نورمال مو هنيا نكون وصلنا نهاية الفيديو كما تشوفوا هنيا يعني التايمر متاعنا ما زالت بريسك دقيقة وعشرين ثانية يعني بالرسم مخسي أرفض Love you on the night إذا عندكم أفكار أو ولا تحديات تحبوا نعملوها في السيرفر تجمو تكتبولنا في الكومنتات في مخي تحدي يوليت باش نعملو في السيرفر إن شاء الله ربي يكون معنا باش نعملو في السيرفر بالرسمي فيه تعبوا مزيان على الآخر دونك ما تنساوش تحطولنا لايك وتحطولنا الاشتراك إذا عجبكم فيديو ما تنساوش تبارتاجيوه ويلا تويقا نقولكم باي باي نسيبوني.